الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا سوء وشر ما قضيت فإنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين.
مرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آتق رقابنا من النار، اللهم آتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأولادنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وأذكارنا وقراءتنا للقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين إلى من نشتكي وأنت الحليم الساتر، أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم عشنا عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائدين، واحفظنا بالإسلام ساجدين، واحفظنا بالإسلام راقدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى والحبيب المرتضى نبينا محمد بن عبد الله وعلى وأصحابه ومن صار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.